في ايه يا جماعة؟ خضتوني. لو سمحت ممكن شاليمو اطول سنة؟ الحقيقة يا استاذ اسر احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا لازم اقولك عليها تخص الاستاذة شويكار. حتى ما نمتش من امبارح، انا بهدومي اهو زي ما انت شايف. هي مش امي بس انا مرضلكش تقع الوقعة دي. انا عندي ابن واخاف عليه يقع في جوازته. وانا عندي نفس الابن على فكرة، واخاف يقع في نفس الجوازة زي دي. ربنا يخليه لكم. وطبعا مش هلاقي احسن منك يبقى حماية، بس انا ما اقدرش اشيل ذنبك. وانا مش هلاقي ستيب فازر احسن منك، بس انا ما اقدرش اشيل ذنب زي ده. في يا جماعه خنقتوني، ما تقولوا يلا ايه اللي حصل. الحقيقه يا حمايه شويكار خطيبتك مسعوره. نعم. ماما عضها كلب وهي صغيره. وهي كبيره. وهي كبيره. مش مهم الوقت، المهم يعني هي حصل لها ايه. يعني بيجي لها نوبات سعار اثناء النوم، وبتصحى تعضعض في اي حاجه تلاقيها قدامها. يعني امبارح مثلا بعد ما انت نزلت جالها نوبه، ومعلش النوبه طوقت فينا العض كلنا. امال انا حاطط دي في جيبي ليه يعني؟ لو طلعت لك ايدي من جيبي هيجي لك هلع من السرع، من الفزع، من الصلاه، من الدلع والولع. مش مهم الحاله. هو عموما يا اسراء ما دام بيحبها ممكن يبات على الكنبه بالليل بره. ما ده اللي بابا عمله بالظبط، ومن ساعتها واحنا مش لاقيين ومحدش يعرف عنه حاجه. الله يرحمك يا عم مدبول، وحشني قوي. بس برضو يعني هو بتهيألي انا العدوى، انا خايف من العدوى، لان العدوى انت عارفه سريعه الانتشار جدا. عموما يا وسيم هو لو بيحبها ممكن يستحمل مع كل عضه ياخد 22 حقنه. 32 52 65 102 160 210 160,000. مش مهم العدد الموضوع ده. طب ملوش علاج، انا اعرف ناس كتير حصل لها كده وخفت عادي. للاسف يا عمي حاولنا معاها اكتر من مره، جبنا لها حتى الفرقه اللي هي الكلابه بتاع كليه الشرطه دي، حالتها متاخره جدا. عموما ده قرارك، يا اما تكمل معاها يا اما خلاص بقى تسيبها وخلاص، لان دي فعلا صدمه. كدمه وحمه. لحمه؟ لحمه ايه يعني؟ ايه لحمه؟ مش مهم، مش مهم. هو بيني وبينكم الموضوع صدمه فعلا. يلا الحاجات دي بتبقى اسمها نصيب. اتكل انت على الله وانا هبلغها بقرار الانفصال. انفصال ايه؟ انا بعد اللي سمعته ده متمسك بيها اكتر. على الاقل هدي لها مبادئ الطاقه وهي اكيد هتستجيب ليا. بعد اذنكم. اسر ست تاخد كام وتطلق شويكار؟ انت عبيطه يا اسراء ولا ايه؟ طلق يوم اصلا ما اتجوزوش. تاخد كام وتسيب خطيبتك شويكار؟ ولا كنوز الدنيا تخلينا اسيب شويكار. انت عشان لسه ما سمعتش العرض بتاعي. انا جيبي اليمين ده فيه شيك ب 1000 جنيه. واظن ان ده مبلغ محترم جدا ممكن تامن بيه مستقبلك وتبدا حياتك مع واحده جديده وتكون لسه ما تعضتش. ولا 100,000 جنيه. يبقى انت كده بقى عايز تروح لجيب الشمال. انا جيب الشمال ده فيه شيك ب 300,000 جنيه. يا 300,000 جنيه بحالهم؟ فرحتني يا اخي. اخد ال 1000 اتوفر؟ اخد الشيك ده؟ لحظه واحده. انت طماع قوي بقى. شكرا جدا. ماشي يا سيدي، ماشي. ايوه. تاخد انت كام وتسيب قصه حبنا تكمل؟ مليون؟ اتنين؟ تلاته؟ اللي انت عاوزه. بس سيبولي شويكار، انا ما اقدرش اعيش من غيرها لمجرد انها مسعوره. وبعدين هي لاول ولا اخر كلبه قصدي واحده تتعض. ليه عايزين تفرقوا عصفورين عن بعض؟ ليه يا اخي؟ سلام. هو ده الحب الحقيقي اللي بيعلمنا نسامح وينسينا امبارح. وسيم بصراحة ومن غير أي مجاملة، لو أنا اللي تعضيت مش ماما كنت هتسيبني؟ شاليمو لو سمحت. أنا كده كده هسيبك يا إسراء وأنت عارفة. الحساب لو سمحت. 400 جنيه يا فندم. 400 جنيه طيب، مد إيدك في جيب اليمين في شيك ب 450 جنيه، 400 جنيه الحساب و50 جنيه تبس. معلش أصل أنا واكل سمك وايدي زفره مش هينفع اطلعها بقى. واكل سمك وحاطط ايدك في جيبك؟ طب عشان انت بتستظرف بقى، جيب الشمال ده فيه شيك ب 400 جنيه من غير التبس، اتفضل. تعرفي تجيبيها ولا ايه؟ احاول. سبوك بقى، يبقى نطلع عليه وخلاص. مش فارق، انا اصلا سبت موبايلي في التاكسي. يلا بينا. ايه ده يا اسر؟
هو انت طولت امتى؟ اوطي شويه، انا مش شايفاك كويس عشان مش لابسه نظاره النظر. يا حبيبي. خلاص خلاص يا عريس اللعبه، خلاص خلاص يا عروسه اللعبه، خلاص. غريبه، لا بابا ولا حد من عيلتنا وصل لحد دلوقتي. انت عزمتهم؟ اكيد يعني عزمتهم، ما حدش فيهم بيرد على الموبايل. يعني خير ان شاء الله. البطاقه بس عشان كاتب الكتاب. نطلب من المعازيم نكتب الكتاب الاول وبعد كده نرجع نرقص تاني. ايه يا جدع انت، ما تستنى شويه، احنا لحقنا نرقص. يلا يا شوشو يلا قبل ما وسيم يجي. يلا يا اختي. طيب بالراحه. يلا بالراحه. طيب بالراحه. طيب يا ماما يلا. عايزين بطاقه العريس. موجوده يا مولانا، ادي بطاقه العريس اهي. بسم الله توكلنا على الله. ثواني يا عم الشيخ، البطاقه دي باسم مين؟ باسم بسيوني الالفي. ايه الكلام الفارغ ده؟ ايه اللي جاب البطاقه دي هنا؟ مش هو ده العريس؟ ملعوبه. ملعوبه ايه؟ ما انت بوظتها يا ابني، انا قاريها من بدري قوي. فين بطاقتك يا اسر؟ ما انا اديتها للاستاذ مازو. بطاقتك معايا. هي تقريبا بطاقتك اتلخبطت ببطاقه بسيوني، بس انا هشوف لك بطاقه. دي تقريبا وقعت مني. مش مشكله يا مولانا، شغل نفسك بالبطاقه دي. على فكره هو وبسيوني اصحاب قوي، مفيش فرق. مينفعش يا استاذ، لازم بطاقة العريس. خلاص استنى بقى اسبوع على ما نطلع لها بدل فائد، اتكل انت على الله. لا لا لا، فضل يا عم الشيخ، انا معايا بطاقة تانية كان فاضل لها شهر وتخلص، عشان كده طلعت الجديدة. تمشي معاك دي؟ تمشي طالما صالحة. خلاص توكلنا على الله. استنى انت مستعجل ليه؟ ما تكتبش حاجة، مش انا اللي دافع لك الفلوس. استنى، مش تتأكد الأول الجوازة دي تجوز ولا ما تجوزش؟ مش يمكن يطلعوا هما الاتنين اخوات في الرضاعة؟ الكلام الفارغ ده مستحيل يا استاذ مازو. مستحيل ليه يعني؟ ان شاء الله حضرتك كنت بيبي، هتفتكر ازاي اذا كانت اختك في الرضاعه ولا لا؟ انا فاكر كويس، لانه انا بيبي كنت برضع صناعي. انت سنح. طب بلاش دي، مش يمكن نكتشف في الاخر ان شويكار مامت اسر زي شاديه في فيلم المراه المجهوله؟ صح، انا بقول نقوم نعمل تحليل دي ان ايه. يلا. ايه الهبل اللي انتوا بتقولوه ده؟ اكتب يا عم الشيخ وما تسمعش لحد، انا مش فاهم ايه اللي بيحصل. وادي بطاقه الشهود اهي. ماشي. استنى يا عم الشيخ. الحبس. انا اسف ان انا هقطع فرحكم الجميل ده، بس تسمحوا لي اقدم لكم احلى والذ واطعم طفل في العالم، بولي. وبولي ده جاي يشهد هو كمان يا استاذ وسيم؟ لا يا ظريف، بولي ما ينفعش يشهد لانه طفل صغير معهوش بطاقه، بس أظن بولي من حقه يجي يشهد ويشوف أعز ما يملك وهو بيضيع منه، الأمل. الأمل في أنه يعيش حياته سعيدة مع أسرته. أظن بولي من حقه يعرف أن مستقبله اللي جاي كله راح بسبب الأنانية. أنانية؟ أيوة الأنانية يا هانم، الأنانية يا شويكار. قدرتي تثبتي لنا وتثبتي للعالم كله وتثبتي لنفسك انك عوضتي بسيوني بشاب وسيم وجميل. قصدك انت وجميل يا حبو؟ دي حاجه تانية خالص. ايه العبط ده؟ اسف، شخص فعلا جميل ووسيم، مبروك عليك. بس نسيت ان بولي ليه اب اسمه بسيوني، وبولي بيعتبره احسن واطيب اب في العالم. ايه ده؟ يعني انا احسن اب؟ انت احسن اب واطيب اب، بس للاسف نسيت انك اب. مبروك عليك سكر، عروسه حلوه وزي السكر. بس تقدر تقولي حضن سكر احلى ولا حضن بولي ابنك بعد ما ترجع من الشغل؟ لا، حضن سكر طبعا. ايوه سكر طبعا. تقدر تقولي حضن سكر احلى ولا قشطه بولي على كتفك بعد ما تكرعه؟ لا، حضن سكر طبعا بلا قرف. ايوه طبعا. سياده المأذون، حضرات الساده المدعوين، انا عملت اللي عليا تجاه بولي كزوج اخت، ناقص بقى ان بسيوني وشويكار يعملوا هما كمان اللي عليهم. احنا كلنا مسامحين بسيوني وشويكار، بس هل يا ترى بولي هيسامح في حقه؟ بولي هيسامح في حقه؟
بقول لي سامح بحقه. يا ابن اللعيبة جبتها من حتة. عجبتك؟ استاذ طب قومني بقى عشان ركبتي مش قادر من غير ما تطلع ايدي من جيبي ما تصحش. انسى انسى يا حبيبي انسى من بدري بقى لنا كذا يوم. سامحني يا بولي اسر انا عايزه اقول لك ما تقوليش حاجه يا خساره كل حاجه قالها كابتن وسيم كان عنده حق فيها. هو رجلك ما تدس على الفستان بس شيخة. يا جماعه اروح على يعني ولا اعمل ايه؟ لا حضره المأذون احنا مش هنلاقي الشويكار بنتنا عريس احسن من بسيوني. شويكار سامحيني يا شويكار. نسامحك يا بسبوستي يا بوبولي. فيلم هندي قذر اخراجه اكثر من رائع. رائع والله لو بايدي انزل بالويسو شيك. استنى كلها دقيقه وننزل بالويسو شيك كلنا. طب ما تطلع ايدك انت وتنزل بيها. حبيبي دقيقه دقيقه وهيرن وهنلعب وهنبسط. كنت هايل يا حب وعجبتني قوي انا كنت هموت واسقف لك بس الظروف. خدي نمره المأذون ده يا اسراء عشان ده اللي هيبقى يطلقنا انا وانتي.